انعقاد المؤتمر يأتي بعد شهور من التواصل مع بين الأمانة العامة لملك الوزراء وشركة سيم كومباني من أجل تنفيذ مؤتمر لتنمية الاقتصاد العراقي. وطبعا الفكرة حظيت ابتداء بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء في ضوء المحاور اللي أكدنا عليها مرارا واللي تشكل تحديات أمام القطاع الخاص وقطاع الاستثمار والمضي قدما في حركة الاقتصاد العراقي. هذا المؤتمر هو انعقد كنتيجة للقاءات سابقة مع القطاع الخاص، ولذلك كان الحديث الأساسي أو الكلمة الأولى هي للقطاع الخاص في عرض ما يلاقيه من مشاكل وتحديات. أريد نسمع شنو المعوقات اللي تحيق سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي في هذا الجانب، وعدة فقرات يمكن طرحوها الأخوان ضمن سمات الدخول، حماية المنتج، بالنسبة لإيجارات الأراضي الصناعية، الضرائب، الرسوم، قدمنا مقترحات وإن شاء الله تصدر بها توصيات وتخذ بها قرار. مشاركتنا لإيجاد حلول لمشاكل المستثمرين بشكل عام والمشاكل اللي مواجهنا في عملنا مع شراكتنا مع الشركة اليابانية، ونتأمل أن نلقي حلول في الوقت القريب. ما يميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة هو ليس مجموعة من الدراسات والبحوث ذات الطابع الأكاديمي أو النظري، هي بصراحة حزم من التحديات تعرض بشكل شفاف وأيضاً الحلول المقترحة، وخرج بحزمة من التوصيات. هذه التوصيات وافق السيد رئيس الوزراء على رفعها إلى سيادته وإلى مجلس الوزراء كل حسب صلاحياته من أجل إقرارها، وهذه ستشكل انطلاقة مهمة لدفع حركة الاقتصاد والاستثمار في العراق.